بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تسجيل لمنظومة تحفة المنافع في مقرأ الإمام الأسنى نافع، نظم الإمام أبو وكيل ميمون الفخار المسمودي رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: الحمد لله الذي هدانا لصفوة الإيمان واجتبانا حمدا كثيرا طيبا مجددا يبقى بقاء مستمرا أبدا، سبحانه من حميد مهيمن حي عليم قادر ومؤمن، أمدنا بخيره العميم وخصنا بذكره الحكيم، علمنا علومه تكرما ومنة شكرا على ما علما. ثم صلاة الله بعد الحمد على النبي المصطفى ذي المجد محمد والآل والأصحاب وتابع الآل ذوي الألباب. وبعد، فاعلم أن علم الذكر أفضل ما أوتيته من خير، وفي الحديث خيركم من علما كتاب ربي دائما وعلما، وماهر به لدى الآثار مع الكرام السفر الأبرار. وفي الحديث عنه شاعت شهرته، قراؤه أهل الإله صفوته، وشافع مشفع يحقق عن أحمد وحامل محقق، وجاءت آثار بفضل الذكر عن حدها جلت وحد الحصر، ليست تفي بحملها الضخام من كتب فليكن في الكلام. وها أنا أروم بعدما ذكر قراءة العدل الإمام المشتهر أبي رويم المدني نسبا ذي المجد نافع لأمر أوجبا، إذ هي سنة وأخذ مالك بحرف نافع فهل من سالك. وربما ذكرت بعد الكلام من نقل غيره فقيد حكمي، أحكامه فصلتها تفصيلا وما استطعت ذكره تعليلا، وهو على ضربين ضرب مضطرد آتي به ويفتى فيه المنفرد، جئت به منظما في رجزي مقرب سهل وجيز موجزي، إذ نجد المنظوم فيما تدري أشهار نفس من كلام نثري. قصدت فيه الشرح والتبيانا مرتجيا من خالق الغفرانا، سميته بتحفة المنافع في مقرأ الأسنى الإمام نافع. لاحت به مشروحة فنون على الذي روى لنا قالون، أثبت قارئ ثوى المدينة عيسى بن الثبت ذو السكينة، رواته في العدل والتقسيط محمد الأرض أبو نشيط، وابن يزيد أحمد الحلواني، والثبت إسماعيل ذو الإتقان. ثم الذي روى أبو سعيد ذو الحذق والإتقان في التجويد، عثمان ورش قطب أهل مصر في الصبر والتقوى وفعل البر، رواته ثلاثة في العدد قل يوسف الثبت وعبد الصمد، والأصبهاني أبو بكر الرضا، وكلهم ثبت إمام مرتضى. بينت فيه ما عليه اتفقا وأحرف بالخلف فيه افترقا، وما تراه مطلقا لأحد فذاك بالوفاق عنهما ورد. طريقة الداني قل سلكت مستحسنا وهي التي رويت، إذ كان ذا حفظ إماما متقنا أخذ عن 70 شيخا معلنا، وربما ضمنت بعض الكلم طريق غيره فقيد حكمي، والقصد في تأليف ذا النظم ذكر الضروري من الأحكام. في هذه الرواية الشهيرة مقترفا في كتب كثيرة، جمعته في رجز ليسهلا وضعته مفصلا معللا، ووضع الأسنى الرضا أبو الحسن نظما بديعا خلا النظم حسن علي المعروف بابن بري، لا زال سعيه يرى في بري، لكنني أمعنته تفسيرا حتى بدا للناس مستنيرا، فجاءني يبغي لسان الحال قصيدة تزيد في المقال.
جئت بها معتذرا مقصرا لمن يرى ثبتا نبيلا خيرا معتصما من نزغة الشيطان بالله في السر وفي الإعلان.